جمعة مبارك عليكم، اهلا وسهلا من عند الحاج يحيى السماك في دورة تدريبية مع دكتور كرم مسعد مع الشباب كده ونتعرف بيه اكتر. اهلا وسهلا يا دكتور، شرفت بيكم ومنورينا جدا. احنا النهارده موجودين في محل الحاج يحيى السماك ومكان خاص بالاحجار الكريمه. احنا النهارده في دوره من الدورات اللي متخصصه في تدريب الشباب الخريجين وشباب المصريين على انهم يعملوا المشاريع بتاعتهم باستخدام الاحجار الجميله المصريه. احنا هنا عندنا مجموعه من الكنوز، يمكن كتير من الشباب ما بيشوفوش الكلام دوت. دي زلط، شايفين الزلط؟ ده زلط بتاع اسوان الجميل. الزلط دوت بيتحول هنا على ايدين الفنانين المصريين لعقيق مصري. ناس كتير ما تعرفش الكلمة ديت، ده بنقول عقيق من دول تانية زي الدولة الجميلة الشقيقة دولتنا اليمن. هنا ده طالع من أرض مصر الجميلة. بندرب الشباب على إيه؟ إن أنت أولاً تعرف نوع الحجر اللي أنت بتشتغل بيه، ثانياً إن أنت تقدر تقيم الحجر دوت إذا كان حجر كريم أو نصف كريم، وإزاي تعمل منه المشروع بتاعك. المشروع بتاعنا إحنا عاملين مبادرة اسمها مصري أصيل. يعني لازم الحاجة بتاعتنا كلها فكرة مصرية والخامات بتاعتنا تكون خامات مصرية. من ضمن الحاجات الجميلة اللي بنتفرج عليها هنا هوت، احنا دايما نسمع عن الفيروز وسينا أرض الفيروز. ممكن تشوف حاجة زي كده في الشارع، حجر ما تهتمش بيه تخيل الحجر بقى دوت اللي هيطلع منه القطعة الجميلة المصرية ديت، هيطلع منه فيروز بالشكل دوت. طب رسم الفيروز ده عن طريق الحكاك هو اللي بيتحكم في حاجه زي كده؟ الحكاك، في عندي صنعه اسمها صنعه الحكاك، ده اللي بيشكل الاحجار. ليه اطلق عليه الحكاك؟ لان في عندي ديسك بيلف وعن طريق عمليه الاحتكاك يتم تشكيل هذا الحجر. الحجر عندي دوت المصري القديم كان بيحبه جدا وكان بيحطه في اعماله علشان الحجر الفيروز المصري فيه نسبه خضار، فيه نسبه لون اخضر، ودي كان فكره الزرع او فكره ان مصر الاصيله بلد زراعيه جميله بتتميز بالمميزات بتاعتنا دي. في عندي حجر تاني هنا كمان اللي هو الحجر اليسر. ايوه، وبيسموه المرجان الاسود. كتير قوي اليسر ده ما حدش بيعرف فوائده، او يعني احنا لو شفنا دي في الشارع احنا متهيألي هو طبعا يعني دي من الحتت القيمه الغاليه اللي استحاله تلاقيها في الشارع، ولكن باخد دوت. ايه اللي معروف عن اليسر؟ في جمله كده مشهوره، في جملة الحجر الحجر الذي يولد، علشان هو طبعا بيبقى الحجر دوت فيه نسب من ده عباره عن نباتات، فالنباتات دي بتتولد. تمام، هنا بقى في تجربه مصريه جميله قوي، تعال نشوفها. لما تشكل بالشكل دوت ثم تحول الى خاتم في قمه الجمال بهذا المنظر، خاتم رجالي او نسائي بشكل حلو قوي. ده حضرتك انت برضو بتدرب الشباب ان هم يعني يشتغلوا في الصياغه الصياغه والحاجات دي تقدروا يعملوها بالطريقه ديت. وفي برضه تجربه معانا حلوه قوي، تجربه الحجر اليسر نفسه. اليسر دوت في حيوان او في كائن بيتغذى عليه. ايوه، بصوا الكائن دوت اللي بيتغذى على هذا الكائن دوت، عامل زي السلحفاه كده شباب، زي السلحفاه. وعندي برضه احجار بتاعت اليسر اهيت، دي عيدان اليسر او اشجار اليسر. تخيلوا بقى ان عندي هذا الحيوان ياكل من هذا النبات، او يعني ده بيتغذى على ده، بيتغذى على ده. تمام، فلما اتغذى على دوت عمل حاجه زي السلحفاه كده، قشره موجوده خارجيه. يجي هنا بقى عبقريه الصائغ المصري حاج يحيى بقى والناس اللي معاه، يطلع لي الحته الجميله المميزه ما شاء الله بكل فخر صنع في مصر، حاجه طبيعيه مصريه، حته مصر مصريه مصريه. اللي يجي يقول لي هات لي حته ايطالي ولا كلام من ده بالمنظر ده، لا بصوا بصوا الجمال، قطعه على مستوى رائع. لو حبيت اسافر اقول للناس عندي حته مصر اصيل، دي قطعه مصر اصيل. كل ده فين بقى؟ كل دوت عند الحاج يحيى السماك. يلا تعالوا زورونا بقى.